بالعودة إلى لغة الأرقام في حصيلة حوادث المرور خلال الثمان أشهر الأولى على المستوى الوطني مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، سجلت مصالح الأمن الوطني في على مستوى إقليم اختصاصها 11845 حادث مرور، نتج عنه 14153 جريح و460 متوفى رحمهم الله. أما خلال الثمان أشهر الأولى من سنة 2020، سجلت مصالح الأمن الوطني 8737 حادث مرور، نتج عنه 10450 جريح و385 متوفى رحمهم الله. إذن المتتبع لهذه الحصيلة يشاهد أنه فيه ارتفاع يقدر ب 3108 حادث مرور مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. هذا راجع إلى عدة عوامل نذكر منها على سبيل الحصر لتعديل مواقيت الحجر الصحي بين الفترتين بين فترة 2020 و2021، أيضا زيادة المعتبرة لعدد المركبات على مستوى الحظيرة الوطنية للسيارات، بالإضافة إلى زيادة في عدد السواق الجدد أو المتحصلين الجدد على رخص السياقة. إذن هذه هي الأسباب الظاهرة لارتفاع هذه الحوادث. يبقى الأسباب الرئيسية لحوادث المرور وهي المخالفات المرتكبة من طرف السواق نتيجة عدم احترامهم لقواعد السلامة المرورية من خلال ارتكابهم لعدة مخالفات نذكر منها السرعة المفرطة، المناورات الخطيرة، السير على الشريط الاستعجالي. إذن هي كلها مخالفات مساهمة في حوادث المرور. مناورات خطيرة وتجاوزات في الطرق السريعة، سلوكيات متهورة يرتكبها سائقون في الغالب شباب في مقتبل العمر، وتعتبر جرائم يعاقب عليها القانون. حركة المرور اليوم راهي خفيفة، اليوم الخميس وراهي خفيفة والحال راهو شباب. صحيح، على بالك المخالفات اللي ارتكبتهم نتايا يترتب عليهم مخالفات جزافية. الأولى قيمتها 4000 دينار جزائري، والثانية قيمتها 2000 دينار جزائري، والسحب الفوري لرخص السياقة. إذن نحروا لك مخالفة في هذا الشأن. هذا جاي يعطيك على جال الوقت 14 دقائق ولا 5 دقائق، هذا ما كان لا كوندويت تاعي على بالي بلي درت فيها مناورة خطيرة. وعلى كل حال الأمور هادو يا ماشي ملاح، على بالي بلي ماشي ملاح. وكما نقولوا الإنسان كي يكون يسوق يسوق لنفسه ولغيره، وما دابينا باش ما يكونوش هاد المناورات لينا وللناس واحد اخرين، باش ما ناديوش روحنا وما ناديوش الناس واحد اخرين. نمشي روتي ونمشي كل جهه كي نشوف المخالفات اللي يديروهم الكرار الصغار علينا حنايا، ولكن ما نهربوش عليهم ولكن ما ولا نديروا كارثه في الطريق. انا مش نشوف، انا نخدم كل يوميا بور دالجي لهرتي زوزو، نشوف لي فيه كده هنا يمشيو من لا بروميير لكاتريم بوزيسيون، ماشي غير تروجي بوزيسيون، يمشيو زيكزاكيو. هذا هو المصدر الرزق تاعنا على بالنا. حنا كي نوقفوا مواطن ولا نوقفوا سائق مركبه ولا سائق شاحنه، حنا للصالح تاعو للفائده تاعو باش نحميوه هو ونحمي السواق الاخرين. حنا انتما راكم تمشيو في المصلحه تاعنا بالتاكيد، تمشيو في المصلحه تاعنا. لا دار واحد غلطه تنهيوه ولا بالك تعاقبوه، سي نورمال اخدم حاجه تعاقبوه بالنظام. مديرية الأمن العمومي سجلت مؤخراً على الساحة الإعلامية حضوراً بارزاً في مجال الوقاية والتحسيس بهدف ضمان السلامة المرورية. أولاً فيما يخص الوقاية من حوادث المرور، احنا المدير العام للأمن الوطني من خلال الوحدات العملية المقحمة في الميدان، هذا من الجانب الأول. من الجانب الثاني عندنا مختلف الحملات التحسيسية كذلك التي تقوم بها، إما أن تكون وطنية عبر 58 ولاية أو إما أن تكون خاصة بكل ولاية على حدة. يعني بما أننا في أمن ولاية الجزائر، دائما تكون عنده الاستمرارية من حيث الحملات التحسيسية لأنها الطريقة الأولى للوقاية من حوادث المرور. هنا نكون وجها لوجه مع المواطن، مع الطفل الصغير، مع مستعمل الطريق بصفة خاصة وبأركانه الثلاثة، عندنا السائق المرافق وحتى الرجل. هنا نقوم بتوعية السائق بتلقين أو إيصال رسالة مرورية من شأنها
أولا الحد من حوادث المرور، ثانيا تأمين الحياة أو الحفاظ على الحياة والحفاظ على السائق الآخرين. هذا فيما يخص الجانب الأول. يبقى الجانب الثاني من الوقاية وهو جانب وقائي كذلك، وهو جانب ردعي. جانب ردعي من خلال توقيف جميع مرتكبي المخالفات الخطيرة وخاصة تصرفات الشاذة الصادرة من بعض سواق المركبات. هنا يكون التدخل صارم من خلال توقيف السائق وتحرير إما بالغرامة الجزافية أو بإجراءات إدارية أخرى، كل حال حسب طبيعة المخالفة المرتكبة. ما على السائق أو مستعمل الطريق أن يكون إما أولا على دراية بالإسعافات الأولية، لأن السائق راه موجود في الطريق السريع وبالتالي هو راح يتصادف مع حادث مرور، على الأقل يكون على دراية إما بالإسعافات الأولية وتدخل السريع في عين المكان إذا كانت هناك المعرفة، هذا أولا. ثانيا إذا لم يكن على دراية بالإسعافات الأولية، هنا يمكنه على الأقل الاتصال بسرعة بمصالح الأمن أو مصالح الأمن الوطني وكذلك زملائنا من الدرك الوطني، كلنا حسب قطاع الاختصاص، هنا لتسريع عملية التدخل أولا وثانيا الحفاظ على الأرواح. ورغم تلك المجهودات بالتنسيق مع مختلف الشركاء لكبح هذه المجازر، إلا أن الجزائر تبقى تحتل المراتب الأولى عالميا في عدد الحوادث والضحايا. واقع مرعب بات يستدعي تحليلا معمقا لهذه الظاهرة من أجل التصدي لها بشكل فعال.